الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذه الآية تبين حكما شرعيا من أجل وأعظم الأحكام، وهو أن يلزم الإنسان حدود الشريعة، لا يفرط فيها ولا يفرط فيها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإن الشريعة جاءت بأمر الناس بأمور واضحة ومعينة، فلا يجوز للإنسان أن يتعداها إلى غيرها ولا أن يقصر دونها، ومن وقع في ذلك كان على طرفي نقيض، وهو على غير ما ذكر الله في الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك يا أخواننا سبب أو من أسباب الضلال في أمة الإسلام الغلو، وهذا الغلو حرف كثيرا من الناس إلى عبادة غير الله، وحرف مجموعة من الناس إلى ترك الإسلام والدين، وحرف مجموعة من الناس إلى تكفير المسلمين. كل ذلك محرم في شريعة الإسلام. ولذلك يبين الله عز وجل في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال العلامة السعدي: وهو الخروج عن الحد الشرعي إلى غير الشرعي، والغلو هو الزيادة، كما قال الإمام القرطبي في التفسير، قال: يقال غلا القدر إذا ارتفع عن حده. الشاهد من الكلام إن يا أخوانا الغلو محرم، وهو وسيلة من وسائل الضلال. ربنا ذكر هنا لليهود والنصارى، أو النصارى تحديدا: لا تغلوا في دينكم. وذلك أن النصارى زعموا أن عيسى عليه السلام هو إله مع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: عيسى عليه السلام رسول، وواجب على الناس محبته، وواجب على الناس أن يتابعوه وأن يصدقوه وأن يعظموه، لكن ليس من حقه عليه الصلاة والسلام ولا من حق أحد من المخلوقين أن تصرف له العبادات من دون الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال لهم: ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما تقولوا عيسى ولد الله، إنما الله إله واحد
سبحانه أن يكون له ولد. تنزه الباري جل وعلا من أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد أو أن يحتاج إلى أحد من الخلق. وهذا الغلو هو الذي قاد من قاد في الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في مسند أحمد من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الحد الشرعي. عشان كده الليلة بتلقى في القصائد غلو، أولا في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أها حرمت لنا المديح، لما حرمنا المديح. المديح إذا خلى من الباطل وخلى من الغناء والطبول والموسيقى وآلات المعازف وكان بشيء المشروع، هذا لا إشكال فيه. كويس؟ يقول لك سلام عليك أحمد يا حبيبي. قبل شوية كان عندنا خطبة بيجاي، بعد انتهينا من الخطبة واحد من تلاميذ محمد المنتصر قاعد تحت المنبر، قال أنا بقرأ في وين كده ما عارف مجموعة من الزرائب بتاعتهم دي، وبقرأ في جمعية الإمام مالك معهد تابع دار علم تابع لجمعية الإمام مالك. وقال لا الإمام يعني تكلم عن المحبة ودار يبكي. كويس؟ خلاص عمك قسم خلاص دار يبكي، لغاية ما واحد من أخواننا جزاه الله خير قال لي رسالتك وصلت. داري يا زايدك، كان قلت لي هذول ما تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك شايف مرحب الرسول مستقبلين ما مجرم، فهمت؟ داري يضلل العوام وهو كذاب مفتري لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ده قال سلام عليك أحمد يا حبيبي، سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا غافر الذنوب، سلام عليك يا كاشف الكروب. ده مشرك بالله، مشرك بالله. عندك شيخ يقدر يدافع عن الشرك ده؟ نحن عندنا أدلة وآيات. البكشف هو الله سبحانه وتعالى. الكروب ربنا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي من إله مع الله يكشف مصائبكم إن وقعتم فيها. ما في التحدي ده وقع على المشركين، وما في واحد من المشركين قال نحن عندنا فلان غير الله ممكن يكشف الكرب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بضر فهو على كل شيء قدير. وأما مغفرة الذنوب فقد قال الله سبحانه وتعالى في صفة المسارعين في الخيرات من عباد الله المتقين، ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي ما من أحد يغفر الذنوب إلا الله. وهذا للحصر لو بتفهم، فهمت؟ ربنا قال ما في زول بيغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على وعدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه شنو؟ لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهمت؟ فصاحب هذه القصيدة كالضاب، واللحنوها كالضابين، والغنوات نشرت الموضوع كالضابين، والصوفية كلهم كالضابين، أبي يغفر الذنوب إلا الله. حداك موضوع ده كله عند الله. ده غلو في النبي صلى الله عليه وسلم باطل. وكتار جدا الذين يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذريعة إلى الإشراك بالله. حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، كما نقل الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية أن رهطا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله،
يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى، وأكرم بها من منزلة وأنعم بها من منزلة. أما الليلة الصوفية ديل يقول لك مدح الرسول عندك فيه حاجة؟ كويس، طيب نشوف هنا عندك ده مدح الرسول كذا، ثبت الكتب دي. عرفتها؟ هنا صفحة 127 ده بيمدح في شيخه أحمد الطيب البشير. فهمت؟ قال عن الطيب الغوثي، ده البرعي، ده كتاب رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ عبد الرحيم البرعي، جمع وتحقيق عبد الرحيم حاج أحمد، جامعة المستقبل طبعته، جامعة المستقبل. أمشوا اشتغلوا أي حاجة، الله يكسبوا زمنكم ساكن، دي أهي جامعتكم. طيب قال بالتعاون مع دار الأصباط للإنتاج الفني والتوزيع. دي صورة أبوك الشيخ، ولا دي صورة ميسي؟ دي مش صورة الشيخ. طيب هنا الصفحة بتاعت بيبيعوه في الدار السودانية أصلا، ما تكورك، مش أبوك الشيخ بيتصرف في الكون وبيعمل أي حاجة؟ خلي الشيخ يتصرف فوقيانا. تقدر تتصرف؟ والله ما بتقدر تسوي أي حاجة. والشيخ بيقدر يتصرف أسي جوا كراعه، بيقدر يحركها كده وكراعه قاعدة، ما عنده حاجة الشيخ، انتهى، بقى رماد أو بقى تراب. طيب قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي، الغوث والغياث عند الله سبحانه وتعالى، البغيثة هو ربنا عز وجل. فدي أول كلمة كفرية في صدر البيت، خليك من عجز البيت، في صدر البيت من عبد الرحيم وقي على البرعي، أول كلمة كفرية بالله سبحانه وتعالى. قال المبارك منهجي، وده كذب. قال الشيخ هو الغوث، وقال ده منهج مبارك، ده ما منهج مبارك، هذا منهج باطل ومنهج شركي وكفري. قال ومشورتي في الناس أن يتطيبوا، قال لو في زول شاورني أنه أمسك يا طريق، قال له ما بقوا سمانية طيبية. يا زول ده ما غشاك هسي؟ ده غشاك، هذا غاش للمسلمين. قال ليحيوا به بعد الممات ويرتعوا بروضته ذات البهاء ويجتبوا، إمام له بالله عز ومفخر ومجد وتأييد وجاه ومنصب، إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب. انت دارت تمشي للطيب مما تدارت بيع الشيخ، وخطيت كفك في كف الشيخ، ده طوالب تنجذب، تنجذب تمشي وين؟ بتخش السمانية، خشيت السمانية فاركت درب الرسول صى الله عليه وسلم، ده مغناطيس إلى الضلال. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ده طوال بيجذبك للسبيل بتاعه، بس مما دقس مديت يدك جراك جدعك بغادي، والله يمرقك إن شاء الله تتوب، لأنه لو مت بالطريقة دي جهنم وبئس المصير. قال ألم ترى أن الله أيده، ده الشيخ، بما يقوم مقام المعجزات يناسبه. قال الكرامات اللي عند أحمد الطيب البشير بتفوت للمعجزات. هنا انت خليك زول منصف، اسمع الكلام بإنصاف، وامشي للدار السودانية للكتب. فهمت؟ اخواننا الاربع الفات في ود ابو امنة اتكلموا في كتابة ظاهر الرياض، وكشفوا الصوفية، الصوفية فتحوا بلاغ في المحكمة يوم الاربع، وقت مشوا الجماعة ما جوا، ما قال بيجي ماله ما جاء. فهمت؟ قالوا كذا خلاص افطروا تعالوا، فطروا جوا راجعين ما جاء، قالوا اجلت ليوم 23 ما بتجي. احنا بنتكلم بكتب، امشي افتح بلاغ هذا الكتاب، في زول قال له اكتب، ده في زول قال له يحقق. ها فهمت؟ ده قال الم ترى ان الله ايده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه، وما في بني ادم بيكون عنده معجزه من معجزات الانبياء، وانما هذا قول الكفار والمشركين كما حكى الله عنهم في سورة الأنعام. ربنا قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله.
قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله: أي حتى نؤتى معجزات كما أوتي الرسل. ربنا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أشركوا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. قال كإحيائه ميتا. قال من المعجزات اللي بتناسب الشيخ إنه الشيخ بيحيي الأموات، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام موجود عند الصوفية. كان الدين الكتاب ده، ده بتاع النملة صفحة 106. أيوة الصفحة بتاعت 106. انت قال العقيدة دي حقة البرع براو، كل الصوفية كده، ده كتاب الختمية صفحة 106. فهمت؟ برضو قال الشيخ أحيا له نملة بعد ما فركوها له. فهمت الدين الكتاب ده؟ هنا ودي كرامات عجيبة. قال وقال، ده بمدح المرغني، لقاك هنا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب دي، كذب ساكت كذب. قال وقال أيضا: رأينا منه ذات يوم عيانا كان جالسا رضي الله عنه في جمع من خواص أحبابه والحقير فيهم. يعني بيقصد نفسه دائما، عامل فوق متواضع. يقول لك تنبز نفسك، ممكن تقول والبليد فيهم، صحيح بليد. طيب قال: فجرى ذكر أبي يزيد البسطامي، ده صوفي قديم. قال: وما حصل منه من إحياء النملة التي قتلها بغير قصد. قال عفص نملة ما قاصد، وقال بالله أنا عفصت نملة؟ يا سلام، ما ممكن أقابل الله بدم نملة. يلا يا نملة قومي، النملة قامت. طيب قال كده هو. قال فأخذ أحد أصحابه نملة وعركها بين أصبعيه حتى ماتت، وقال له: يا سيدي، سألتك بالله أن تفعل لنا في هذه النملة كما فعل أبو يزيد حتى نرى ذلك عيانا. فقال رضي الله عنه: الله الله، قومي بإذن الله. فحيت النملة كما كانت. ده كله. شوف أول حاجة الطلب ده يدل على عقيدة فاسدة. ده زي طلب بني إسرائيل في سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهمت؟ وفي آيات تانية إنه طلبوا إحياء الأموات. كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الموتى ما بحيهم إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. البحي ويميت هو من؟ والله الكتب بتاعت الصوفية دي فيها حاجات عجيبة جدا. فهمت؟ هنا قال لك: وقال أيضا أنه ذات يوم طلب سراجا من رجل ليكتب قرطاسا كان بيده، قاعدين بالليل، وقال لواحد: جيب لي عليك الله حبوبة والنسيني عشان نكتب، عندنا موضوع. وذاك اتأخر طول، انتظر الشيخ وعنده موضوع ما جاء. قال كان بيدي فأبطأ عليه الرسول. قال الزول رسله قام اتأخر. قال فبصق على الحائط فأضاء سراجا ساطعا حتى كتب وقضى ما عناه. فهمت؟ قال لما ذاك اتأخر قام بزق في الحيطة، توف كده. قال الحيطة ولعت، انقلبت اقتصادية طوالي في محلة بيبوزاق. بس طيب احنا عاملين خزان الرصيرس وسنار ومهندسين مدنيين وميكانيكية وبتاعين كهرباء، ليه ما نجيب الشيوخ ديل نجيب لهم مطافي جوا خشومهم ويبزغوا فيها؟ فهمت؟ نكوم لنا موية كبيرة وشيخ يبزغوا فيها بوب كده. فهمت؟ تبقى محطة تحويلية الثورة 17 بغادي البلد دي عشان تمشي قدام. فهمت؟ بعدين موبايلك لو قطع تجيب الشاحن تغزه في عيون الشيخ عادي بيشحن. فهمت؟ ما الشيخ ملان كهرباء، قال كهربته العالية بتحرك تش، ده كذب. فهمت؟ وافتراء. خليني أرجع لك لكلام. قال كإحيائه موتا. أحمد الطيب قال لما دخل النار قال له: يا شيخ دارين نخش في طريقتك. وطبعا الصوفية قالوا بيمسكوا في أعظم الشيوخ. الشيخ لما يكون شيخ عنده كرامات ده الزول اللي بيباروه. قالوا لهم دارين شنو؟ قال له تحيي لنا ميت. فاختاروا قبرا
وكان رجلا فأحيا ما فيه. قال له قوم، قمت اختنعت أرجع رجع. حكاية تانية في كتاب لعله قطرات من بحور الطريق السمانية أو النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية، فهمت؟ قال الشيخ، أيوة النصرة العلمية، الشيخ عنده حوار قاعد معه ماسك الأعداد بتاعت الطريقة، قول كشلو 7000 مرة، كشلو دي أستفيد منها جنو، فهمت؟ والله لا تكون شغال برد، معلش ممكن الناس ينتبهوا لك، لكن ما في أي فائدة. الشيخ قال قال له يا فلان، ما لي أراك مجتهدا في العبادة ودرجتك عند الله ناقصة. قال أنا شايف أنت شغال ذكر كثير لكن حسناتك عند الله سبحانه وتعالى ما ماشي كويس. الحاصل شنو؟ قال له معناه أنت عندك مشكلة. قال له قال له أي صح، والله يا أبوي مات وهو ما راضي عني، بس قال له دارين نحل لك مشكلتك دي. قال له خلاص نمشي المغابر، أبوك مش ميت هاي، نمشي المغابر عشان نحل لك مشكلتك. قال له راح مشوا المغابر، قال له أها قبر أبوك وينو؟ عشان ما كمان نقوم لنا زول تاني، فهمت؟ والله داك مصدق. طيب أنت ما أنت عرفت إنه درجته عند الله ناقصة، ما عارف القبر وينه يا كذاب، فهمت؟ قام قال له هذا القبر بتاع أبوي. يا زول أنت متأكد هاي؟ ما يقوم يمرق لنا زول تاني؟ لا يا هو ذاته، قوم عمك قام، فهمت؟ أنا ما عارف شايل عكازه ولا قام كيف؟ قام فوق قال له أنت فلان هاي ده ولدك؟ اي يا اخي اول حاجه طمنه سلام سوي لي حاجه. قال له ده ولدك هاي انت مت وما راضي عنه؟ مش هاي. قال له ما راضي عنه يا اخي. قال له ولدك ده شغال معانا ذكر كثير ودرجته ناقصه يا اخي ده ولدك، فهمت؟ فانت يعني ولدك ده لازم تعفو عنه. قال لي عشان خاطرك يا شيخ عفيت عنه. عفيت عنه هاي ارقد، ده جزاء سنمار زي ما تقول، فهمت؟ رقد ثاني رقده والموضوع يتحلى، ده كذب على الله سبحانه وتعالى. شوف زول مات ده عمله انتهى خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحي بيدعو للميت مش الميت بيعفو عن الحي. هذا الصوفية ده القلبين الدين كله وشقلبين الدين، فهمت؟ فدي العناء البرعي. قال كإحيائه ميتا، هذا كفر بالله أصلع أبلغ في أي شك. قال وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. قال قلب البنت ولد ونظمها بالدارجية في كتاب لك سلام مني. قال له سلم يا ولد، أهدى القلب البنت ولد، فهمت؟ وبرضو جاب له حكاية باطلة وفارغة لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، إنهم بيحيوا الأموات وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم والشيوخ ده ذاتهم قبل فترة في مجموعة حرقوا لهم الضريح بتاعهم، قاموا فتحوا بلاغات عند ناس الشرطة وناس المباحث اشتغلوا والجماعة اشتغلوا. الشيوخ ده اللي قاعدين يسووا في شنو؟ والزول جاي يحرق الضريح بتاع الشيخ اللي بيجيب الرائحة واللي بينزل المطر، ياخذ اللي بينزلوا مطر، في مطر من فول بتاع الركينه وفي مطر من لبن، جيب الكتاب ده برضه، فهمت؟ ده تحت ده فيوضات او الفيوض، فيوض البحور المتلاطمه. طبعا لما تسمع الكتاب يخلعك، فيوض البحور المتلاطمه يا زول، تقول ده سفينه ما تقدر تشقه. وفارغ ساكت حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هنا الشيخ العيدروس صفحه 93 وما بعدها، فهمت؟ دي الكرامات بتاعت الصوفية والكلام بتاعهم الفارق والدجل واللعب بتاعهم. هنا قال ومنهم الشيخ العيدروس مقصود أهل البيت إلى آخر. وقال وسمي بالعيدروس، ومن كراماته أنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حيا ورجع كما كان، ولذلك سمي العيدروس. واحد من تلاميذه قطع رأسه وتاني رجعوا له، قال وبذلك سمي العيدروس. شوف لو هسي الليلة قدامنا العيدروس ده قام هسي في الحلقة دي هنا وقطع رأسي أنا ذاتي وتاني رجعوا لي، أنا لا أزداد فيك إلا يقينا بأنك دجال.
لأنه المسيح الدجال، أنت قلنا أنا أصدقك عشان عملت الوهمة دي، فهمت؟ المسيح الدجال ده بيجي ماشي على الناس يقول لهم آمنوا بي أنا ربكم، بيأمنوا بيه ال ال الذهب كله بباريو، قال كيا عاسيب النحل، والمطر بقول لها انزلي تنزل، يكون الشاد بتاعتهم تعبانة، تلقى الغنماء عشان تقول ميع إلا تتكل في خطة تعبانة جدا. لما الشيخ ده لما يجيهم المسيح الدجال كويس ويعني يأمنوا به ويكفروا بالله، المطر بتنزل الضروع بتاعتها بتتملي، ويأتي إلى رجل قال فيشقه باثنتين، زول مؤمن، قال ويفرق بين شقيه رمية الغرض، يعني شقاوي اثنين بين الشقتين ديل، واحد هناك واحد هناك كرمية السهم بعيد، فيمشي بينهما ثم يرجع ثم يعيده فيقول أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا يقينا إنك الأعور الدجال الذي أخبرنا أو حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده قال بعيد الرؤوس، وهذا أيضا كالنمرود ابن كنعان، ها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والله يكون الصوفية دي تلقى في أي واحد، ها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فهمت؟ عمل نفس العملية بتاعت العيدروس، وهذا كله من الكذب والباطل. قال وكان من كلامه رضي الله عنه أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها، ده الشيخ قال لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وانت عندك حياة من الله، انت قلت بنيت السماء، تاني يا حياة يا كذاب يا مفتري. قال توفي بمكة وكذا وضريح يزار إلى آخر. قال ومن كراماته حين دخل عدن في اليمن يعني، قال قال للسماء يا سماء صبي لبن ابن عبد الله، ده ذاته دخل عدن قال فصبت السماء لبنا. يا زول واسئلة وقف ولا جنوه وقف عشان الشيخ مات؟ يا ناس ده كله كذب وباطل، وده من الغلو الفارغ الفاشل الذي يؤدي الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الإنسان عليه أن يتجنب الغلو. الغلو خلى مجموعة يكفروا المسلمين تكفيرين، غلو في مسألة الحكم بما أنزل الله، فهمت؟ وتنزيلها على غير ما أنزلها الشارع، يكذبوا على الناس، ديل تكفيرين ناس داعش وغيرهم، ديل الناس مجرمين، فهمت؟ ديل الناس عندهم غلو. غلو خلى ناس يفارقوا المنهج، زي الجماعة أنصار السنة ديل، زي الحلقة البيجاي ديل، ديل كلهم عندهم غلو في محمد مصطفى عبد القادر. ذلك الأشيمط الدجال الذي يكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ ناس غلوا فوقه، غلوا فوقه، زول ما عنده بقى شان إلا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يفوت منه ويتخارج لازم يباريه فضيلة شيخنا الإمام. يا زول أنت بتغلو في بليد زي ده، وينه يا بقرعة ده الإمام؟ إمام بتاع شنو؟ ده زول فارغ وفاشل. عشان كده أخواننا مشكلة الغلو، الغلو النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو الإنسان عليه أن يتمسك وأن يستمسك بما أنزل الله، وهذا لا يعني إنه الإنسان إذا تمسك بالكتاب والسنة وكان على الحق وكان على الصراط المستقيم لا يدل هذا على أنه من أهل الغلو، وإنما الغلو كما قال العلماء هو مجاوزة الحد الشرعي، فهمت؟ غلو في حاجات كثيرة، يعني ليلة يجيك صوفي الغلو في مسألة الطهارة مثلا، يقول لك لما تخش الحمام لما تجي تستجمر أو كذا تستنجي عشان تستبرع من البول تعمل حركات تاع الجنباص، ولك تقعد وتتنحنح في 10 حركات. يا زهد شنو ده؟ انت انتظر لغاية ما ينقطع البول كويس حتى تخرج من الوعيد الذي جاء في حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فهمت؟ الحد الشرعي. لكن يجي يقول لك تغلو، تغلو بأنك يعني تتنحنح وتنط فوق وتعمل لك حبل في الحمام. يا زول انت مسكين يغشك. وفي ناس عندهم غلو في مسألة الوضوء،
فهمت؟ يقول لك لازم تمد يدك 90 درجة، انت تعلم جي انت يا زول. الموضوع ده سهل جدا، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بتور من ماء ثم توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو، وكذلك في الغسل وفي غيرها، وفي السواك وفي غيرها من شعائر الإسلام. شرائع سهلة ما فيها تعب ما فيها نصب. ربنا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الناس يعصب عليك الدين ويصعب عليك الدين ويجعل عليك الحرج والمشقة. ولذلك يا أخواننا السعادة، كل السعادة في التزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالحين. قدم أخونا الشيخ مزمل.